الرضا وسط ميدان الرجال، تحية لهم خاصة كبيرة بزاف. كنظن ان معنا سي نور الدين القمش، ياك سي نور الدين القمش صاحب الرتبه الخامسه من الحجامه. شكرا لك، تبارك الله عليك، انت وركب لي معك. غادي يتسلم البادج ديالو صاحب الرتبه الخامسه والحبه ديالو ان شاء الله على يد السي عبد الله الروقي. سي نور الدين الرتبه ديالك خمسه، لنعقل عليها ان شاء الله. تسنى من عندك طلقات رائعه ومميزه. كنظن ان صربه وحده اخرى التحقات بنا، باقا متشبل هكا. تفضل على بركه الله. جينا احنا الاولين، زين احنا الاولين، كلشي ولا جيش. شكرا سي مشان ريس عيد بالقسم صاحب الرتبة السادسة، غيتسلم البادج ديالو وحده على يد سي يوسف خيوط. سي يوسف خيوط إذن نقدم لناس معنا فراس ديال المحرك على بركة الله. أسأل الله عز وجل السلامة للجميع. ما تقدروش.
تبارك الله على السي بوعزة بن الحسن صاحب الرتبة السابعة من ايتيادي الناس بوعزة بن الحسن غادي يتسلم الباج ديالو من على يد سي محمد الروقي رئيس جمعية فروسيا الأمل. سي بوعزة بن الحسن الرتبة ديالك السابعة تسلم الحبة والباج على يد سي محمد الروقي. المقدم للفراس ديال المحك على بركة الله، إلا كنتي مستعد تقوم لينا بالهدى إن شاء الله.